من تعز انطلقت معركة التحرير، وعلى أسوارها توقفت أو أوقفت. ولأنها أوقفت كان لابد لتعز من مشروع آخر يشغلها عن التحرير، وهو ما تم الترتيب له. جرت المحافظة إلى مربع حرب لا علاقة له بالخلاص من الانقلاب، بل يسهم في بقائه منذ عام وأكثر، والمحافظة ترزح تحت وطأة احتراب داخلي غير معلن. فرق جمع المقاومة وأصبحت فرقا صغيرة مختلفة التوجه والهدف. توسع الشرخ ما بينها وتعددت ولاءاتها، وأصبحت المدينة وسكانها مأسورين في دائرة الاختلاف الداخلي الذي تحول إلى مواجهات واغتيالات يومية. جديد هذه المعركة اغتيال 3 جنود من أفراد اللواء 22 ميكا في حي الجحملية، كان قد سبقهم 4 في اليوم الأول ومن ذات اللواء. الكل يعرف من يقف وراء الاغتيالات ومن يحركها والهدف منها، والكل ساكت أيضا. ومع استمرار حالة السكوت هذه تبرز العديد من الأسئلة: لماذا أدخلت تعز إلى هذا المنزلق الخطير؟ ومن يقف وراءه؟ وما الهدف؟ ولماذا تعز بالذات؟ الإجابة على مثل هذه الأسئلة هو شأن الأجهزة الأمنية ومراكز القوى التي تتحكم في المشهد الأمني بالمدينة، لكنه أيضا لا يحتمل مزيدا من الكتمان، وقد أصبحت حياة الأهالي في دائرة الخطر ومربع المواجهة.